السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد دسوق، دي قناة نيو فيجن. بص يا سيدي، لو أنت أول مرة تتفرج عليا فيا ريت تعمل سبسكرايب للقناة، تعمل لايك للفيديو وتستنى لآخر الفيديو. لو أنت استفدت من الفيديو دوت اعمل شير عشان كل أصحابك يتفرجوا عليه. ثانيا، النهاردة هنتكلم عن سؤال الترجمة وإزاي تحل سؤال الترجمة بأبسط طريقة. في ناس بتبقى حافظة كلمات ياما بس السؤال ده بتتلخبط فيه، فأنا هقول لك 3 خطوات تحل بيهم السؤال دوت وإن شاء الله تقدر تاخد الدرجة بتاعته كاملة. بص، اولا سؤال الترجمه ده عليه 5 درجات. يعني ايه 5 درجات؟ يعني 10% من امتحان اللغه الانجليزيه. السؤال ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الفوكاب، لازم يبقى عندك كلمات كتير. فانا عامل لك فيديو ازاي تحفظ كلمات، والفيديو ده هتلاقيه فوق في العلامه في الدايره اللي فوق ديت. دي اول حاجه هقول لك ازاي تحل ايه السؤال ده. اول حاجه تجيب الجمله اللي فيها عدد كلمات اكتر انت عارفها، عارف معناها، لان في امتحان اللغه الانجليزيه في ثالثه ثانوي عام هيجي لك تحل سؤال من 2، فانت تختار السؤال اللي انت عارف فيه كلمات اكتر، حتى لو في كلمه ولا 2 مش عارفهم هقول لك ازاي تقدر تتغلب على النقطه دي. دي اول حاجه. تاني حاجه تعملها تترجم كل كلمه لوحدها، تترجم كل كلمه لوحدها سواء كانت عربي او انجليزي. تعمل كده بالقلم الرصاص، سهم لفوق وتكتب معنى الكلمه. مثلا كلمه education هتلاقيها في الجمله، تقوم جاي كاتب فيها كلمه تعليم، معناها تعليم او العكس. تالت نقطة تحاول تقرأ الكلمات المترجمة تمام وتحاول تطلع منها معنى الجملة بغض النظر عن في كلمة ولا 2 انت مش عارفه. طيب ناخد مثال على كده. السؤال اللي هقوله لك ده جه في امتحان ثانوية عامة 2019. في ناس كتير اتلخبطت في السؤال دوت، وانا هقول لك ازاي ممكن انت كنت تتغلب على النقطة ديت او تتغلب على الكلمات اللي انت مش عارفها. بص يا سيدي، امتحان السنة اللي فاتت جت في الجملة رقم 1 في الترجمة، اللي هي الجملة بالانجليزي Preservation of the environment has become a global issue that everyone seek to achieve. أول حاجة بنعملها بنشوف الكلمات اللي أنا عارفها. أول حاجة كلمة Preservation ديت معناها حماية أو وقاية أو يحافظ على. Environment يعني بيئة، Environment يعني كلمة البيئة، يبقى preservation of the environment يعني ايه؟ حماية البيئة. has become يعني اصبح، has become يعني ايه؟ اصبح. a global، global يعني عالمي او دولي او شامل. issue ليها معنيين، قضية او اصدر، يصدر شهادة او يصدر اي حاجة. فانت تختار ايه بقى؟ قضية ولا اصدر؟ فاحنا نشوف معنى الجملة، يبقى احنا نترجم قضية ويصدر. that everyone كل واحد seek دي معناها يعني يبحث عن او يحاول to achieve دي يعني يحقق او يوصل او يحاول. فانت لو اخدت كل كلمة وترجمتها بنفس الطريقة ديت انت كده حليت 75% من السؤال ده او 50%. طب في كلمة انا مش عارفها حاسبها. بعد كده نخش على الجملة preservation of the environment يعني ايه؟ يعني حماية البيئة. has become يعني أصبحت. a global issue يعني إيه؟ global issue دي يعني قضية دولية أو قضية شاملة. that everyone يعني كل واحد seek ديت يعني يحاول to achieve لتحقيقها. فيبقى الجملة دي معناها إيه؟ أصبحت حماية البيئة قضية دولية يحاول كل فرد تحقيقها. ممكن تترجمها كده أو ممكن تقول إيه؟ حماية البيئة أصبحت قضية دولية يحاول كل فرد تحقيقها. برضو ده صح، وده كان مثال بسيط ازاي تحل سؤال الترجمة لما يجي لك في الامتحان. ده كانت 3 خطوات مهمة و3 خطوات سهلة هتبسط عليك الموضوع، حتى لو في كلمة انت مش عارفها فانت هتقدر تجيبها بالمعنى العام. اولا سؤال الترجمة مش بيترجم حرفيا، يعني ما ينفعش تقول مثلا ايه كلمة issue معناها اصدر. طب global issue اصدر عالمي؟ لا، فهي ايه؟ قضية عالمية او قضية دولية. انت اخد بالك مفيش حاجة بتتاخد حرفيا، هي بتتاخد بالمعنى العام. فانت بالطريقة دي هتقدر تتغلب على ايه؟ على الكلمات اللي انت مش عارفها في سؤال الترجمة. خلي بالك سؤال الترجمة ده بيعتمد على الفوكاب، بيعتمد على الكلمات. كل ما تحفظ كلمات اكتر كل ما تعرف تحل الموضوع ده. الجزء التاني ازاي بقى هيجي لك سؤال الترجمه في الامتحان او هيجي لك من ايه؟ هو اولا بيجي لك من الاحداث المحيطه بيك في 2020، وطبعا من اكتر الاحداث ديت، يعني انا بقول لك الكلام ده في 2019. انا هتوقع مثلا هو هيكلمك عن الانتحار او هيكلمك مثلا عن الاكتئاب
او هيكلمك عن استخدام السوشيال ميديا، او السنه الجايه 2020 في اولمبياد طوكيو هيكلمك عن الرياضه. دي مواضيع خلي بالك منها في 2020، ممكن يجي لك منها حاجه في الامتحان. وده كان اول فيديو عن الترجمه. بص لو انت عندك سؤال في الترجمه مش عارفه سيبهولي في الكومنت وانا هحاول احله لك. لو عجبك الفيديو وشايف ان انت استفدت منه فياريت تعمل له شير. اولا انا هستفاد عشان هنزل فيديوهات اكتر كمان، واصحابك كمان هيستفيدوا من الفيديو ده. ده كان موضوع فيديو النهارده، ازاي تحل سؤال الترجمه بثلاث طرق، وازاي تخلي السؤال ده سهل وبسيط بالنسبه لك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.